أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد بلال ابن رباح بالمقطم بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي في أول الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد بلال ابن رباح بالمقطم. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع اللقاء اليوم، وهو أول لقاء في هذا الأسبوع الثقافي، يدور حول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني. أصبحت الحاجة ملحة وضرورية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني بكل تقنياته الحديثة، ولكن هناك أخلاقيات للتعامل مع هذا الفضاء الإلكتروني. حول هذه الأخلاقيات يدور لقاء اليوم، وهو اللقاء الثقافي الدعوي. أيها الأحبة، يحاضر ويتحدث في هذا الموضوع فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف. كما يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد مسجد بلال ابن رباح بالمقطم، وأيضا العديد من الذين يحبون الثقافة جاءوا ليستمعوا إلى آيات الله البينات، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء وإلى الابتهال. أيها الأحبة، نبدأ هذا اللقاء بأولى كلمات العلم مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالشكر موصول لراعي هذا الحراك العلمي الثقافي الدعوي في ربوع جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. والشكر موصول لحضراتكم على هذا الحضور، والشكر موصول للقائمين
على رعاية هذا المسجد على حفاوة الاستقبال، كما أشكر زميلي المنصة سعادة الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مستمعي الكرام، مشاهدي الكرام، لقد أحسنت وزارة الأوقاف صنعا عند اختيارها لهذا الموضوع الهام والذي انتشر في أيامنا هذه مع الكبار، مع الشباب، مع ربات البيوت، تقريبا مع كل ألوان وأطياف المجتمع. الفضاء الإلكتروني أو الفضاء السبراني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية أو جوجل أو التوك توك أو الإنستجرام أو الماسنجر أو الفيسبوك، كلها مسميات تدور حول هذا العنوان: الفضاء الإلكتروني. الفضاء الإلكتروني نعمة من نعم الله عز وجل التي ظهرت وطفت على السطح بقوة مع بداية هذا القرن. ظهرت وانتشرت بقوة في الأول خالص، يعني كنا بنتعامل مع جوجل، وبعدين كثرت المسميات، وبعدين ظهر الفيسبوك، وبعدين ظهر التوك توك، وبعدين طبعا مع الفيسبوك الماسنجر، وبعدين التوك توك، وبعدين الانستجرام، وبعدين مش عارفين ايه اللي هيجي تاني. ليه؟ لانه يعني اقبل الناس على استخدام الفضاء الالكتروني بطريقة لم يتخيلها انسان. علشان كده والله بشكر وزارة الأوقاف والقائمين على التخطيط واختيار الموضوعات للأسابيع الثقافية على اختيار هذا الموضوع. الفضاء الإلكتروني كما قلت نعمة من نعم الله، وهو سلاح ذو حدين، حسنه حسن وقبيحه قبيح. حسنه حسن لأنه الآن من إيجابيات الفضاء الإلكتروني سرعة التواصل بين الناس. تخيل مثلا من 20-25 سنة عشان تكلم والدك ولا أخوك ولا قريبك اللي في أي دولة أخرى كنا ندور على التليفون، وبعدين ظهر التليفون بعملة، وبعدين ميناتيل، وبعدين الكلام ده. دلوقتي أنت تستطيع أن تتواصل مع من تحب في أي وقت تحب صوت وصورة. نعمة ولا مش نعمة؟ اثنين، سرعة التواصل والمراسلات بين الهيئات والمؤسسات مما وفر على المجتمعات وقتا لا بأس به. وفرت وقت، وفرت انتقالات، وفرت وفرت وفرت. نعمة ولا مش نعمة؟ ثالثا، من هذه الإيجابيات نشر الدعوة الإسلامية. الآن ممكن لو حبيت تسأل عن شيء بعينه أو تقرأ في شيء بعينه هذا متاح. تقريبا كل ما هو كتب موجود، تقريبا كل العلماء، علماء الأزهر، علماء الوسطية، العلماء الموثوق بهم، من الممكن أن تجد لهم ما يقرأ أو أن تجد لهم ما يسمع. فتاوى موقع دار الإفتاء المصرية على الشبكة العنكبوتية مليء بالفتاوى التي يحتاج إليها الناس. إذن طبعا سهل على الناس أيضا البيع والشراء،
إلى غير ذلك من المنافع التي يضيق الوقت لحصرها أو ذكرها، لكن ما ذكرته على سبيل المثال. إذن لها إيجابيات، ما من شيء إلا له إيجابيات. وبعدين الدكتور أحمد القاضي استهل افتتاحه لهذا اللقاء الإيماني الطيب بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. يعني من كان يتخيل أن يتحدث مع إنسان صوته وصورة في أقاصي الأرض، في أمريكا أو في روسيا أو في النرويج أو في أقصى بقعة من بقاع الأرض؟ أليست هذه من نعم الله؟ الجواب نعم، أو بلى، نعمة من نعم الله. وهذه النعمة تستوجب منا أولا أن نشكر الله عز وجل على أن يسرها لنا، ثانيا أن نستخدمها فيما يعود بالنفع على المستخدم وعلى البشرية. يبقى النعمة دي تستوجب منك أن تستخدمها فيما يعود بالنفع عليك كمستخدم وعلى البشرية جمعاء. يبقى لا تتكلم أو لا تكتب إلا ما هو فيه منفعة، لا تتكلم إلا بما هو فيه منفعة، لا تنشر إلا الشيء النافع الذي يعود بالنفع عليك وعلى الوطن بل وعلى الإنسانية جمعاء. ليه؟ قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. أي حاجة أنت هتكتبها، هتتكلمها، هترسلها، حتى إن ظهرت بصورة معينة أنت مراقب من الله. يا أخو شوف تعبير ربنا سبحانه وتعالى، انظر إلى قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت باستخدامك لهذه النعمة تستطيع أن ترسم صورة للإسلام تؤجر عليها من خلال استخدامك لها بالكلام أو بالكتابة أو بنشر المقاطع. يبقى من تتمة شكر الله عز وجل لهذه النعمة أن نستخدمها استخداما حسنا يعود بالنفع على المستخدم وعلى الوطن وعلى البشرية جمعاء. يبقى خلاص كما قلنا حسنه حسن، يبقى خلينا في خط الحسن. وبعدين قلنا إنه أنت مراقب من الله. أي إنسان بيساهم والعياذ بالله في نشر الإشاعة الإلكترونية أو يتفوق أو يكتب أو ينشر صورة لا تليق به كإنسان مسلم كرمه الله ويتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحاسب على ذلك. حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من تتمات مكارم الأخلاق أن ألا تستخدم هذه النعمة إلا في طاعة الله وفيما يعود عليك بالنفع وعلى الوطن وعلى الإنسانية جمعاء. وحسنا ما فعلت وزارة الأوقاف حينما قالت إن صفحة الإمام على مواقع التواصل الاجتماعي كمنبري، لأنه خلاص أنتم عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجلوس في الطرقات ما لنا منها من بد، يعني احنا بنقعد يعني، ف
فقال صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. ليه؟ لأن اللي أعطوا الطريق شايف كل الناس، واللي قاعد على شبكة التواصل أو الشبكة العنكبوتية برضو هنعتبر إن هو شايف إيه؟ شايف كل الناس. فسيدنا النبي قال لك إيه؟ أعطوا الطريق حقه. كيف نعطي الطريق حقه؟ قال إيه؟ غض البصر وإلقاء السلام وعدم إلقاء القاذورات في عرض الطريق والعياذ بالله. يبقى غض البصر وانت قاعد بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، احرص على غض البصر واستخدم هذه النعمة في طاعة الله. يبقى لنستخدمها في بث الإشاعات أو نشر المحرمات أو النظر إلى المحرمات أو إشاعة الفوضى والعياذ بالله. ليه؟ هذا لا يليق بإنسان يتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله. كل إنسان له خصوصية يا سادة، وأنت تستخدم هذه النعمة احرص على ألا تتلصص على، أنا آسف في اللفظ، احرص على ألا يعني تنظر إلى خصوصية الآخرين. في ناس بتعتدي على خصوصية الآخرين. طب هل هذا يتماشى مع أخلاقيات ديننا الحنيف؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفتثبتوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنت وأنت تستخدم هذه النعمة احرص على ألا تقتحم خصوصيات الآخرين بالنظر أو بالكتابة أو بإرسال صورة أو خلاف ذلك. يبقى ينبغي علينا أن نتخلق بالأخلاق الإسلامية النبيلة التي حث عليها ديننا الحنيف. يقول القرآن قال إيه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى برضو هذه الآية ينبغي أن نضعها نصب أعيننا عند استعمالنا لهذه الوسيلة اللي أنا سميتها في بداية الكلام نعمة، واللي أنا قلت عنها والتي قلت عنها في بداية الكلام هي آلة حسنها حسن وقبيحها قبيح وقبيحها قبيح. فاحرص على ألا يراك الله إلا وأنت على طاعة الله. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ها خلوت، ولكن قل علي إيه؟ لكن فاكر اللي بعد حبس نفسه في مكتب ولا في اوضه ولا شيء من هذا القبيل واللابتوب قدامه مع ظنن ان ما حد شايف. ظن شوف الدكتور احمد بيقول الم يعلم بان الله يرى. إذن الانسان العاقل الذكي هو من يستخدم نعم الله جميعا في طاعة الله، فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، فيما يعود على وطنه بالنفع، فيما يعود على الإنسانية بالنفع. أدعو الله عز وجل بقلب خالص
أن يخلقنا بأخلاق سيدنا رسول الله. اللهم جملنا بمحاسن الأخلاق، اللهم زيننا بمحاسن الأخلاق، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، ودائما نلتقي على الخير وفي الخير. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كنا أيها الأحبة مع هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف، والتي حدثنا فيها حول هذا الموضوع الهام الذي نتحدث فيه وعنه اليوم، وهو أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني. وكما استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة، أن استخدام والتعامل مع الفضاء الإلكتروني أصبح ضرورة وضرورة حتمية، ولكن كما استمعتم من عالمنا الجليل كيف نستخدم هذه النعمة، كيف نستخدم هذه النعمة الربانية في التعامل. أيها الأحبة، أزف إلى حضراتكم هذا الخبر، ولعلكم قرأتموه أو استمعتم إلى المؤتمر الصحفي حول بالأمس، وهو أن بلادنا الحبيبة مصر سوف تستضيف على شاطئ نيلها الخالد بمدينة القاهرة يوم السبت القادم إن شاء الله 9 سبتمبر الجاري المؤتمر العلمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو المؤتمر 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، ولكن هذا العام يأتي برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. هذا العام يأتي تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني. تستضيف مصر الحبيبة من شتى أنحاء العالم الإسلامي العلماء والمختصين في ذلك ليتحدثوا جميعا في هذا الموضوع، الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، ودوما بلادنا الحبيبة مصر في تقدم وفي ازدهار وفي علو وفي رقي. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في رحاب مسجد بلال بن رباح بالمقطم بمدينة القاهرة في أول لقاء للأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة ومفكري وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة
الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور أسامة إسماعيل مدير إدارة أوقاف المقطم، فضيلة الشيخ ربيع اللبيدي المفتش بالمتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ محمد أحمد الراوي مسؤول المساجد بإدارة أوقاف المقطم، فضيلة الشيخ عبد الرحمن شلبي إمام وخطيب مسجد بلال ابن رباح بالمقطم بالقاهرة، وجمع غفير من رواد هذا المسجد العامر. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم حول هذا الموضوع الهام في أول لقاء ثقافي في هذا الأسبوع الثقافي. هذا الموضوع كما استمعتم من عالمنا الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي مدير مديرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف، هذا الموضوع بالأهمية بمكان، لأنه يدخل كل بيت، بل إنه أصبح في يد كل إنسان منا. نواصل الحديث عن هذه الأخلاقيات في التعامل مع الفضاء الإلكتروني مع فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عضو لجنة ضمان جودة الدعوة بوزارة الأوقاف، فليتفضل. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعابدين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاءنا بالبينات من ربه وجاء بالذكر الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران المزهران المثمران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، قولوا أمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاللهم رضه عنا، اللهم رضه عنا وارض عنا برضاه عنا، ووطئنا بأخلاقه العظيمة، وحقق أمانينا بزيارته، وافتح لنا أبواب رؤيته، ونيل شفاعته يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم جميعا، ويشرفني أن أكون بينكم في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك، شاكرا الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء وفي هذا المقام. نشكر وزارة الأوقاف المصرية بقيادة وزيرها الفاضل الأستاذ الدكتور مختار جمعة على الإبداع المستمر في خدمة الدين والوطن وأيضا في خدمة الإنسانية من خلال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
الذي يعقد في مدينة القاهرة يوم السبت القادم بإذن الله تعالى بمشاركة عالمية موسعة لدراسة مخاطر الفضاء الإلكتروني، لدراسة مخاطر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، دراسة هذه المخاطر على البشرية وسبل توظيفهما في خدمة الدعوة وفي مواجهة مشكلات البشرية. والجميل أيها السادة أن يناقش هذا الأسبوع الثقافي محاور المؤتمر ليعيش المجتمع المصري والمتابعون حول العالم يعيشون أجواء المؤتمر وقضاياه. كما لا أنسى أن أشكر المنصة الكريمة، أشكر حضرة صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين، وأشكر أخي الفاضل سعادة الدكتور أحمد القاضي، وأشكر فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي، وأشكر أخي الفاضل فضيلة الدكتور قمر الدعبوسي المسؤول بمجلة الأزهر الشريف. أيها السيدات والسادة، أفرز التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا سلسلة كبيرة من المستجدات المتواترة والمتتابعة والمتنامية في شتى مجالات الحياة، وقد نتج عن هذا التطور جناحان. الجناح الأول ويتمثل في التسهيلات والتيسيرات التي حدثت في حياة الناس في شتى مجالات الحياة والتي أشار إليها سيدنا الدكتور خالد، وذلك بفعل التقنية الحديثة ووسائلها وآلياتها المتطورة، حيث أسهم في اختصار الوقت واختزال الجهد وإلغاء الحواجز الزمانية والمكانية، ومن ثم أسهل في تيسير حياة الإنسان وتبادل المعلومات والخبرات والتواصل بشكل متزامن مهما تباعدت المسافات ومهما تناءت الديار، إضافة إلى غيرها من الفوائد والعوائد التي تشير أيها السادة إلى أن هذا الفضاء أصبح ركناً أساسياً من أركان هذه الحياة. أما الجناح الثاني فيتمثل في التحديات والمشكلات التي تأتت عبر هذه التقانات، ولا ريب أيها السادة في أن هذه التحديات المتأدية عبر هذه المتغيرات قد أحدثت مشكلات ونتوءات فيما كنا نظنه من قبل أنه مما لا يقبل التغير ولا التبديل، بل إنها أفرزت تلاشياً بطيئاً ومستمراً للخصوصيات. زمان كانت الخصوصيات محفوظة جداً، دلوقتي في انتهاكات للخصوصيات. ولا ريب أنه في المستقبل القريب ستواجه الخصوصيات تحديات غير مسبوقة ويتطلب حمايتها جهوداً تفوق الوصف والخيال، ناهيك عن أن دول العالم فقدت السيطرة الكاملة على التصدي للبث الإعلامي والثقافي الأجنبي، ولم يعد بإمكانها كما كان يحدث من قبل منع البث غير المرغوب فيه كما كان يحدث قديماً. يحدث ذلك أيها السيدات والسادة في ظل التحولات الكبرى التي صاحبت الإعلام الجديد، ومن أهمها إنهاء احتكار المؤسسات الإعلامية الكبرى للمعلومات والمواد الإعلامية والقوالب الإعلامية، فمعظم هذه الأمور ومعظم هذه القوالب أصبحت مباحة ومتاحة لأي أحد في أي مكان. ظهور طبقة جديدة من غير المتخصصين الذين يمارسون الإعلام وبعضهم يؤثر تأثيراً بالغاً في الحياة، ظهور منابر ومنصات جديدة ومطلات جديدة للمناقشة والحوار، ظهور إعلام الجمهور إلى الجمهور،
ظهور مضامين ثقافية وفكرية ولغوية وعادات وتقاليد جديدة وغريبة لم نكن نألفها من قبل. نشوء ظاهرة المجتمع الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، انحصار رقابة الوالدين على الأولاد وضعف تأثيرهم وأمسى للشباب عالمه الخاص. أيها السيدات والسادة، إن التحديات الناجمة عن الفضاء الإلكتروني وآلياته كبيرة، وكان نصيب الهوية من هذه التحديات كبيرا جدا، ومحاولات العولمة، إزابة الثقافات وصهرها في ثقافة القطب الأوحد، ما تزال مستمرة على قدم وساق، وإن أخذت أشكالا وصورا أكثر تطورا. ومن ذلك توجيه ضربات الثقافات لثقافات الشعوب والحضارات الأخرى، ومن بينها العالم الإسلامي. أيها السيدات والسادة، إن أخطر ما يواجه المسلمين على الفضاء الإلكتروني بث الإلحاد، بث الإباحية والشذوذ، هدم اللغة العربية وتشجيع العامية وتشجيع اللغات الأخرى. والخطر الرابع والخطير أن الإرهابيين يستخدمون شتى السبل ويوظفون تكنولوجيا العصر والفضاء الإلكتروني لتحقيق مآربهم الخبيثة في عمليات القتل والتدمير وترويع الآمنين. لذلك فإننا نطالب من هنا، نطالب دول العالم بتضييق الخناق مادياً وتمويلياً وتكنولوجياً على هؤلاء المجرمين. أيها السيدات والسادة، هناك أنواع كثيرة أيضاً من التعديات في الفضاء الإلكتروني، ومنها جرائم الملكية الفكرية والاحتيال وسرقة الأرصدة وسرقة البرمجيات والتطبيقات وتدمير الحواسيب والتخريب الإلكتروني وأيضاً التجسس، إضافة إلى التحرش والتنمر ورسائل المضايقات الجنسية، الأمر الذي يتطلب تعظيم الاستفادة من هذا الفضاء الإلكتروني وبما يتناسب مع قيمنا الإسلامية وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا التي تربينا عليها. وأيضاً الاهتمام بالتربية الإعلامية لشتى فئات المجتمع، وأيضاً الحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات الهدامة التي يتم تصنيعها وتعبئتها وتغلفتها في مصانع الكذب ويحترفها أعداء الوطن. أيها السيدات والسادة، هناك ضوابط وأخلاقيات للتعامل مع الفضاء الإلكتروني أشير إليها في عجالة. أولاً، نتعامل مع الفضاء الإلكتروني من منطلق مراقبة الله عز وجل، من منطلق الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. ومن هنا يجب أن نستشعر معية الله على الدوام، فنعظم مقام الألوهية ونعظم حرمات الله، فلا نستخدمه إلا فيما يرضي الله عز وجل. وإياكم ثم إياكم ثم إياكم، كما أشار سيدنا الدكتور خالد، أن تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، إياكم أن تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم. وتذكروا هذه الآية العظيمة، وهذه الآية أقسم لكم بالله كفيلة في حال تطبيقها وتفعيلها في الحياة أن تضبط إطار الحياة، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ثانيا، أن أتعامل مع الفضاء الإلكتروني من منطلق شكر المنعم على إنعامه، فهذه المخترعات قد سهلت حياة الناس، ومن ثم فهي نعمة من نعم الله تستوجب الشكر، ومن شكر الله عز وجل عليها ألا نستخدمها إلا فيما يرضي الله عز وجل.
ثالثا أن نتعامل مع الفضائل الإلكتروني من منطلق منظومة القيم النبوية والأخلاق الإسلامية التي ترسخ الرحمة والصدق والعدل والأمانة والتواضع والإحسان والتعددية والسلام في شتى جنبات المجتمع وفي شتى جنبات العالم. رابعاً أن أتعامل مع الفضائل الإلكتروني من منطلق الحكمة والإتقان، فلا أطلع إلا على كل خير، ولا أنشر إلا كل خير، ولا أشارك إلا كل خير، وأركز على تجويد ما أنشره وما أقوله وأحسنه وأوثقه وأخرجه وأدققه لتكتمل عناصر الجودة شكلاً ومضموناً وتأثيراً. خامساً التفكير العميق مرة واثنين وثلاثة وعشرة قبل أن أنشر أي شيء، وأفكر بالأثر المترتب على ما أنشره، لا سيما وأن ما ينشر ينتشر في شتى أنحاء العالم في لحظات معدودة، ومن ثم لا يمكن السيطرة عليه بعد ذلك. سادساً أن أتعامل مع الفضائل الإلكتروني من منطلق المسؤولية الفردية والجماعية الدينية والأخلاقية والوطنية للإسهام في ملء الفضائل الإلكتروني بالفكر النافع بأسلوب مناسب وميسر وحكيم، وأيضاً باللغات العالمية الأخرى، حتى لا نترك الفرصة لأهل الباطل يعيثون في الأرض فساداً ويخربون عقول النشء والشباب. سابعاً ومن هذه الأخلاقيات الحفاظ على مقومات الهوية المصرية والعربية والإسلامية والوطنية، ومن ذلك الاهتمام باللغة العربية ومواجهة ما يدعى بالفرنكو أراب. ومن هذه الأخلاقيات أن أترفع عن الصغائر ونشر التفاهات أو متابعتها ولا أسهم في نشرها، بل إنني مطالب بالأداء الحضاري المتميز الذي يرتفع بنا إلى مدارج السمو الأخلاقي والحضاري، فيدفع الآخرين إلى التعرف على ما لدينا من منهج عظيم لإصلاح الكون والحياة. تاسعاً ومن هذه الأخلاقيات احترام التخصص وعدم الحديث فيما لا أجيده حتى أجيده. عاشراً ومن هذه الأخلاقيات نشر القيم الدافعة للتقدم والازدهار والنهوض والرفعة في جنبات المجتمع، وهي كثيرة في الفكر الإسلامي. 11 الإسهام الفردي والحضاري في خلق بيئة عالمية حاضنة للتنوع والتعددية وقبول الآخر والتعايش والسلام. 12 الإسهام في خلق بيئة عالمية لافظة للكسل والخمول، لافظة للعشوائيات الفكرية والثقافية والسلوكية، لافظة للقيم الغريبة التي لا تتصف ولا تتوافق مع ثوابتنا الدينية والأخلاقية والثقافية والحضارية، لافظة للتشدد والتطرف والغلو والإرهاب البغيض 13 الإسهام في خلق بيئة عالمية حاضنة للتسامح 13 الإسهام في خلق بيئة عالمية حاضنة للتسامح والمواطنة العالمية التشاركية الجامعة لحماية الكون والحياة. أيها السيدات والسادة، في النهاية نشكر الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم الحكيم الأحكم الذي هيأ لنا الأسباب وأفاض علينا وأثاب وألهمنا جليل الخطاب وفتح لنا واسع الأبواب لنجتمع هنا في هذا البيت الطاهر في هذا البيت العامر من بيوت الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل من الجميع، وفقنا الله عز وجل جميعا للاستعانة بنعم الله على تقوى الله
وعلى طاعة الله وعلى ترقية الحياة. اللهم اجعلنا من الذين يزرعون الخير في الدنيا ويحصدونه في الآخرة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وسندنا حبنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أيها الأحبة مع هذه الكلمة لفضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عضو لجنة ضمان جودة الدعوة بوزارة الأوقاف، والتي حدثنا فيها حول موضوع هذا اللقاء الدعوي الثقافي: أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني. في أول لقاء في الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف هنا في رحاب مسجد بلال ابن رباح بالمقطم بمدينة القاهرة، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، تحدث في هذا الموضوع في أولى كلمات السادة المتحدثين فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف. وحسناً فعلت وتفعل وزارة الأوقاف حينما تتخير هذه الموضوعات الهامة التي تهم كل فرد في المجتمع، وهذا الموضوع وهو أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني كما استمعنا من علمائنا الأفاضل موضوع هام، ويجب على كل واحد منا أن يتعامل مع هذا الفضاء الإلكتروني بأخلاقيات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبما أمرنا المولى سبحانه وتعالى. التعامل مع الفضاء الإلكتروني لا بد منه، بل أصبح من الضرورة بمكان، فالموبايل، اللابتوب، الكمبيوتر أصبح مع كل فرد منا، وأصبحت الحاجة ملحة إلى التعامل. لذلك لنتعامل مع الفضاء الإلكتروني بأخلاقيات الإسلام التي تربينا عليها. أيها الأحبة، كان معنا من السادة المتحدثين فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء. حتى هذا الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.